أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنستكمل احتفالاتنا بأعياد تحرير سيناء. ومعانا في الاستوديو الدكتور محمد الصنوطي، مدرس الشريعة من علماء وزارة الأوقاف. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أهلا وسهلا. كنا لسه بنتكلم عن أهمية سيناء وقيمتها التاريخية والدينية. أعتقد أن خصوصية سيناء الدينية هي من يعني جعلتها، أو أهم السمات اللي جعلتها مدينة عالمية بتجمع كل شعوب الأرض، على اعتبار أنه الدين طبعا هو المحرك الرئيسي لكل شعوب الأرض، وفي نفس الوقت بترمز للسلام. في البداية أحب أرحب بحضرتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أشكر بلادي على كل ما تقدمه من إنجازات، لا سيما في الحفاظ على تراب هذه البقعة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ويحتفى بها أيما احتفاء. والقرآن الكريم لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن سيناء ويقول، ينادي سيدنا موسى عليه السلام: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي المقدس في سيناء، شجرة تخرج في أرض تنبت بالدهن والصبغ للآكلين، شجرة مباركة أيضا في سيناء، وطور سينين. من عظيم ما نجد به سيناء وهذا التكريم الإلهي والرباني، ما أولاه الله تبارك وتعالى بمكانة بين القدس الشريف والتين والزيتون، يقصد بها الله تبارك وتعالى بيت المقدس وأرض المقدس الشريف، والبلد الأمين هو مكة. فرغم مكانة مكة المكرمة ومكانة بلاد الله الحرام العظيمة، إلا أن الله سبحانه وتعالى لما أقسم قدم طور سينين وسيناء على مكة والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا القسم يبين مدى مكانة سيناء الدينية، ومدى احتضانها للأديان، ومدى احتضانها لهذه المقدسات. وكما أنها وردت أيضا في الكتاب المقدس: يخرج الرب من سيناء ويتلألأ في فراب، في كما ورد في الإصحاح أظن 33 فقرة واحد. ونجد أن الصحابة الكرام مروا بسيناء، آلاف الصحابة مروا مع سيدنا عمرو بن العاص في فتح مصر. مروا أيضا بسيناء، مكانتها عظيمة، ولا بد من الاحتفاء بها بكل ما فيها من جلال ودلال وإكبار. لما يقرأ الإنسان عن مدى ما فيها ومدى احتضانها لهذه الأديان، يستشعر بالفخر أنه من أبناء هذا الوطن، وأن أرضه وبلده تحمل وتحتوي حقيقة. لا أجامل بلادي ولا أجامل وطن، لكن هذه حقيقة ذكرت في القرآن الكريم. الطور أيضا جاء لجبل الطور الذي حدث الله تبارك وتعالى عليه سيدنا موسى عليه السلام كليم الله، وحدثت فيها معجزات كبرى. فيها الجبل الذي تجلى الله تبارك وتعالى عليه وجعله دكة، لما سيدنا موسى أراد أو يعني طلب من ربه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. هذا الجبل أيضا في سيناء. معجزة الماء الذي خرج 12 عينا أيضا في سيناء. معجزة البحر الذي انشق لسيدنا موسى. هي أرض مليئة بالمعجزات ومليئة بالأحداث التاريخية والدينية، وأيضا مليئة بقصص الأنبياء. نعم. هذا كله يعطي لها مكانة كبرى. هذا كله يجعلها مكانا مقدسا. حتى في الديانة المسيحية نجد دير سانت كاترين. دير سانت كاترين على فكرة في مكتبة تعد الثانية على العالم من في احتوائها على المخطوطات التراثية، وهذا يعتبر كنز، ويعتبر لابد من الاحتفاء به. ويعني علمت أخرى أنه هناك يعني تطوير لما فيه من مخطوطات تراثية دينية للحفاظ عليها من التلف بأي صورة من صور التلف. كل هذا يبين مدى ما فيها من تراث ديني، مش هقول إسلامي بس. ومش هقول مصري بس، لا، تراث ديني لابد أن تكون
يعني تأخذ مكانتها في السلام وفي الاحتفاء بها من كل شعوب العالم. نجد أنها قبلة سياحية حتى في الأمور الدنيوية، نجد أنها قبلة يرتاح فيها الإنسان الأعصاب وكذا. لعل تلك المكانة الدينية وتلك الروحانيات والتجليات التي حدثت فيها من كلام الله تبارك وتعالى، نعم، وسماع صوت الله تبارك وتعالى من سماع الله تبارك وتعالى من سيدنا موسى عليه السلام في هذا المكان، جعله مكانا مباركا. هذه التجليات التي حدثت وتحدث للأنبياء، كثير من الأنبياء مروا بسيناء، سيدنا إبراهيم، أمنا هاجر، أم إسماعيل، أبو العرب. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمصر لأنهم لهم ذمة لهذه الأم الكريمة، كثير من الأنبياء، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، حتى ذكرها الله تبارك وتعالى فيها جبل التي فيها 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 أيضا قصة الخروج، خروج اليهود من مصر وغير ذلك من الأمور التي تبين مدى ما لهذه البقعة المصرية على أرض العالم، نعم، من مكانة ونور وبهاء وثناء وإجلال وإكبار كما، نعم، ذكرنا. كيف يمكن الاستفادة والبناء على خصوصية أرض سيناء في الوقت الحالي في رأيك؟ والله هذا الأمر من الأهمية بمكان، ولما يعني أي مكان مقدس مبارك يذكره القرآن بأن فيه مثلا تخرج الشجر المباركة وتخرج وفيه الأماكن المقدسة وفيه الأماكن السياحية العظمى، وفيه لا شك أنه سيكون مكان مبارك للتعمير، مكانا يحمل كثير من الخيرات، لا أقول لأبناء بلده فحسب، ولكن لكل شعوب وأديان العالم. سيناء لابد أن تكون مركزا ثقافيا وإشعاعا روحانيا وسلاما للعالم، لما لها من احتواء للأديان، ولما لها من مكانة في القرآن، ولها لها من مكانة في الكتب المقدسة. لا شك سيناء أول احتوت أول كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى على هو كتاب التوراة على سيدنا موسى عليه السلام. سيناء تعتبر يعني مهبط الأديان ومحتوى للحضارات، يعني لابد من النظر إليها بعين الاعتبار مرات ومرات. يعني مثلا الزيتون هذا وكذا، لو 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 الدولة اهتمت بهذه الأرض التي فيها شجرة مباركة ذكرها القرآن الكريم فيها من الخيرات ما فيها، لو اهتمينا بهذا الأمر ومعنا دلالة عظمى من لا أقول من أعظم خبراء الدنيا ولا أقول من، ولكن من الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. سيناء هي لما كانت مهبط الأديان ولما كانت ملتقى الحضارات، نجد أنها كانت في مصر في إفريقيا إلا أنها تعتبر في آسيا، يعني تطل على آسيا، قبلة سياحية، نعم، عالمية، لابد أن تأخذ مكانها في الـ كما ذكرت حضرتك في التطوير والإعمار لكن لي رسالة لكل إنسان على وجه هذه البسيطة وعلى وجه هذه المسكونة، أن ننظر لسيناء بنظرة أنها مكانا ملتقى للراحة والسكينة، ليست أبدا مكانا للحرب، نعم، وليست أبدا مكانا للنزاع، بل إنها ولا للإرهاب ولا لغير ذلك، إنما هي مكان للهدوء النفسي. أكيد. وقبلة للسعادة الروحانية لما لها من تاريخ عظيم وكبير في القرآن وفي الآية. طبعا. دكتور محمد الصنوتي، مدرس شريعة وأيضا من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك. وكل مشاهدينا طيبين، ونتابع مع حضرتكم هذا الصباح، نروح لنشرة اقتصادية، من بعدها نستكمل فقراتنا في هذا الصباح.